مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من عرب ويلز. انا هلا موجود على حلبة نافارا، مثل ما شايفين وراي في النيو جاغوار اكس اف يلي هو الجيل الثاني من الجاغوار اكس اف. لمحه سريعه عن الجاغوار اكس اف انه بدات بسنه 2007 اول جيل وانتهى بال2015. نحن موجودين هلا لحتى نجرب موديل 2016 يلي هو الجيل الثاني من النيو جاغوار اكس اف. اكس اف هي بطلت بقى السيارة الانتري عن جاغوار، صار في سيارة الاكس اي يلي هي الانتري، بيرجع بعدين في سيارة الاكس اف، واخر شيء في سيارة الاكس جي بالسالون والسيدان كارز. لك يعني هلا موجود بقلب المكسوره، بمكسوره الجاغوار الاكس اف. اول شيء بدايه بنلاحظ انه كل المكسوره تغيرت، الديزاين كله، السنتر كونسول كله مغير، واكيد الجير نوب موجود هون. اول ما تدوروا السياره، اذا بنلاحظ بندور السياره دغري بيطلع لوحده الجير نوب. لكن مثل ما بنلاحظ بالنص الانفوتيمنت سكرين يلي هو الان كنترول تاتش برو موجود هون بسكرين كتير كبيره ب 10 انش. وبنلاحظ كمان اذا بنطلع بندور هون بنلاقي حتى كمان الكلاستر العدادات الديجيتال موجودين هون، بحتى كمان شاشه 12.3 انش، حتى قادرين نتحكم فيها، نقدر نحط عدادات او حتى نقدر نمشي نافيجيشن موجوده هون. الفيتشر الجديدة اللي موجودة بالجاغوار الاكس اف الجيل الثاني موديل 2016 هو الهيد اب ديسبلاي يلي هو بيعكس على الشاشة الأمامية. الموجود فيه هو المادة الليزر هيد اب ديسبلاي، لحتى يقدر يعطينا أحرف واضحة على السرعة اللي نحن ماشيين فيها، أو إن كان النافيجيشن، أو حتى إشارات السير بتنعطى وبتنعكس بقلب الإزاز. لكن تخبركم الجاغوار اكس اف هي اكثر سياره نالت على جوائز كثير كبيره عند جاغوار. نالت على 145 جائزه خلال كل الجيل تبعها الاول من 2007 ل 2015. بدايه بنطلع انه الجاغوار اكس اف الجيل الثاني المصابيح الاماميه المغيرين يلي انتقلوا هن من الكزانون للال اي دي، وبنلاحظ كمان انه فتحات الهواء الأمامية مغيرين بين الجيل الأول والجيل الثاني. ومنلاحظ كمان أنه في ديزاين كيو ببلش من هون، ديزاين لاين من أول السيارة لحديث آخر السيارة، إذا منلاحظ أنه واصل لحديث آخر السيارة. وشغلة هيك نخبركم إياها أنه إيان كولم أول سيارة صممها هي كانت الإكس إف الجيل الأول، وهلأ أكيد كان صعب عليه كتير المهمة إنه يرجع يقدر يطلع إكس إف حلوة مثل ما كانت الإكس إف الجيل الأول حلوة. مثل ما ملاحظين التغير بالواجهة الخلفية هن المصابح يلي
الديزاين لاين تبعهم موجود مع نصف دائرتين حد بعضهم، وحده هون وحده هون لحتى يتميزوا بين الاكس اف والاكس اي. وطبعا هذا الديزاين تبع المصابيح الخلفيه اتاخد واستوحي من الجاغوار الاف تايب. ضلكن معنا حتى نفرجيكم سواقه ممتعه على حلبة نافارا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا اليوم بقيادتنا للجاغوار الاكس اف الجيل الثاني على حلبة نافارا. ما فينا نخبركم غير انه استمتعنا كتير، عملنا اولموست فوق ال 200 كيلومتر بالساعة على الحلبة. السيارة اتقل من الاكس اي، حسيناها ثابتة اكتر، قدرنا حسينا حتى التورك فيكتورينج، يعني محل ما فايتين نحن بالكوع الدولابان يلي عملت الكوع كانوا عم بيعملوا بريكينج لحتى يجلسوا لنا خروج السيارة من المنعطف. وكمان السيارة أخف وزن من الجيل الأول ب 190 كيلو، وأكيد طبعا تركيبة الهيكل 75% من الألومنيوم، وطبعا الويت ديستريبيوشن 50-50 للسيارة. صرنا اليوم بالجزء الثاني تبع حلقتنا لتجربة قيادة الجاغوار الاكس اف بالجيل الثاني موديل 2016. فرجيناكم بالقسم الاول قيادة ممتعة، وخبرناكم عن سواقة الاكس اف بالرير ويل درايف والاول ويل درايف على حلبة نافارا. نحن اليوم هلأ موجودين حتى نرجع نطلع نسوقها على الطرقات العامة ونخبركم عنها، نخبركم عن السبيكس والفيتشرز والانجن وكل شيء متوفر على الجاغوار الاكس اف.
أكتريتكم عم يتساءلوا هلأ شو مواصفات الجاكوار الاكس اف، الجيل الثاني من الجاكوار اكس اف. مبدئيا رح يكون في محرك واحد عنا بأسواق الشرق الأوسط، رح يكون 3 لتر سوبر تشارج 6 أسطوانات ب 380 حصان وبولده 450 نيوتن متر عزم دوران. رح يكون متوفرة بالدفع الخلفي والدفع الرباعي الأول ويل درايف، وكل سيارات الجاكوار الاكس اف موديل 2016 رح يكونوا مزودين بعلبة دروس ب 8 غيارات أوتوماتيكية. الصانع البريطاني جاكوار بيع 280 ألف نموذج من الجاكوار الاكس اف من سنة 2007 ل 2015، والجدير بالذكر انه اخر سنة بخلال 2014 بيعت جاكوار 50 ألف نموذج من الاكس اف قبل انتهائها وبداية الجيل الثاني من الجاكوار اكس اف. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا اليوم بتجربة قيادتنا للجيل الثاني من الجاكوار الاكس اف موديل 2016. هيدي الفئة من السيارات الميد سيدان عن جد مليانة جدا بالمنافسين، وخصوصا العمالكة الألمان من البي ام دبليو 5 سيريز، المرسيدس اي كلاس، والاودي اي 6. طبعا الجاكوار الاكس اف الجيل الثاني فعلا سيارة منافسة، ان كان بمصروف البنزين، بالتصميم الخارجي، تصميم المكسورة، وحتى ايفن المحركات يلي موجودة عليها، واتلسقنا بحلبة نافارا، وطبعا على الطرقات العامة. ما عليكم غير زيارة موقعنا على www.arabwheels.tv، وفيكم تقروا طبعا موضوعنا على www.arabwheels.net. منشوفكم بخير ان شاء الله بحلقة جديدة. باي باي.